هي خرجة جديدة صوب الأوراس، نحاول اليوم استكشاف عوالم ظلت مجهولة بالنسبة للكثير منا، ونوثق خلال هذه الرحلة بعضا من جوانب الحياة البرية. تنوع وثراء فريد من نوعه بين زواحف تأقلمت مع البيئة الأوراسية وطيور مهاجرة اتخذت من غابات وسفوح المنطقة محطة لمواصلة رحلتها. ترتع هذه الخيول وسط هذه السهول الخضراء فيما قطعان الخنازير البرية تقلب الأرض بحثا عن الغذاء. سنظل نرقب ونرصد كل ما تعلق بالحياة البرية في الأوراس وعموم الجزائر لتكون للمولعين بحب الطبيعة مرجعا للتوثيق والإثراء.